هلا ممكن نفكر بالديكابلينج كاباسيتر كأنه هاي باس فلتر. هو فعليا هذا لو فكرنا فيه وهذا لو فكرنا فيه هو هاي باس فلتر. فالهاي باس فلتر بمرر الهاي فريكونسيز وبعمل بلوكينج للدي سي. هاي باس فلتر اذا باسز اي سي فولتج اند بلوكس دي سي. الامبيدنس هذا للدي سي انفينيتي مش هيك؟ لانه واحد على زيرو بصير انفينيتي. قديش الامبيدنس تبعت كاباستر؟ متذكرين الرياكتنس تبع الكاباستر واحد على جي اوميجا سي او. لما تكون الفريكونسي زيرو واحد على زيرو شو بعطيني؟ انفينيتي. فهذا كانه انفينيت امبيدنس للدي سي فولتج. بس لو عندي اي سي الاي سي بمر من هون وهذا ممكن افكر فيه كانه له بودي بلوت. هاي الفريكونسي وهذا الجين. تمام اوكي okay.